غازي من مصر. أنا عندي زميل بالعمل مستغل طيبتي. يا طيب يغيب ويطلع من العمل ويخليني أغطي على غيابه وأخلق له أعذار وأنا طفشت. إيش العمل؟ أنت اللي حطيت نفسك هالمجال. ترى ممكن تتعرض لمساءلة قانونية وتوهق أمرك. بالضبط، وعادي يقطك على صخر. إحنا نقولها عادي، باكر يقول أنا مالي شغل. يا عم الناس أصحابي يا غازي، خليك لذيذ. العمل إنك تقول له في وجهه بقول لك إيه، تعال يا باشا أقعد هنا وما حأعمل دي الحركة مرة ثانية لأنه مسختها. خدها بالمزح عشان لا ياخد الموضوع سيريس. والله يا غازي الواحد يعمل كده مع أصحابه مرة اتنين، لكن أكتر من كده يبقى استغلال، وإنت لو وافقت إن حد يستغلك يبقى أنت شريك زيه في الجريمة. فيا غازي أرفض أرفض أرفض. تمام؟ أنا برأيي مرة ما تغطي، مرة واحدة بتكفي. صحيح. بعد فترة وقل له، نبهه مرتين وقل له أنا المرة الجاية أنا تارك. صحيح. بعتقد بتربى مزبوط. طيب هاي خلي يعمل شغله يعني بالأخير. بيع الزمالة فتن عليه. ولا هي ممكن. اسمع كلامي، بلغ عنه، بلا زمالة بلا بطيخ. لا تصير طيب وايد. أنا قلت تنطق على دماغك. لا صلتي.